بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم 6 أكتوبر المجيد. أعرب سموه فيها عن أطيب تهنيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة على مختلف الأصعدة والدفع بها نحو مزيد من التطور والنمو. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، معربا سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.